كل نور نور حينا. تعال سلم تعال سلم، هات الإزازة وعد. يا لهوي الله أكبر، يا لهوي يلا ندوخ. لازم اعوضك عدد الايام اللي قضيتهم بعيد عنك. ها تاني؟ هو كان في اول عشان يبقى في تاني. ممدوح روح ممدوح. ممدوح من جوه. سامية، بس طيب ايه؟ اضرب رن، اضرب اضرب. الو، ايوه حلمي بيه. طب اخلص اللي في ايدي واجي. امرك يا حلمي بيه. المزيكا اللي بتحبيها ايه؟ مش نروح بقى واشوفك امتى؟ الاسبوع الجاي. لا كتير اوي، اصلنا خرجنا كتير قوي الاسبوع ده. سامية. نعم. انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا، انا بحبك يا سامية. لما يعملوا ايه؟ مش هنسأل فيهم. طب وهنقول لهم ايه لو اتكلموا في التليفون؟ تليفون؟ هو احنا عندنا تليفون؟ فين التليفون؟ احسن اهو التليفون. الو الو، احنا مصلحة التليفونات، حط السماعة من فضلك. حاضر. رن بقى من هنا لبكره يا روحي. رد عليا يا ممدوح. حلمي بيه؟ اجمع عندي حالا. حاضر يا فندم. يبقى البس حاجه عليك، ما يصحش العيال يشوفوك كده. كلهم بيقولوا عليا صبور جمل، بس خلاص مش قادر، مش قادر اصبر اكتر من كده. مش قادر؟ ساميه، في كلام كتير عاوز اقولك عليه. كلام ايه؟ انا فضلت ساكت 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 مدة طويلة قوي، لازم اتكلم بقى ولا ايه؟ اتكلم يا حبيبي. سامية، مش معقول يا روحي هنفضل نتقابل كده في الهرم، في المحلات، في الشوارع، في الكازينوهات، هو احنا ايه؟ بين عيال. طب هنعمل ايه؟ سامية. نعم. تتجوزيني؟ بقولك تتجوزيني. سمسم نادية يا حبيبتي. يا نادية. ايه في ايه؟ حلمي طلب مني الجواز يا نادية. هو قلت له على على ايه؟ لا ازاي؟ خايفة اقول له احسن، بس لازم اقول له، وكل ما كان بدري كل ما بقى احسن. ممدوح، انت انبل انسان قابلته في حياتي، انت ادفق موظف، انت تستاهل اكبر علاوه. انت عرفتني بساميه. ربنا يتمم بخير يا فندم. بس دلوقتي في مشكله الاولاد،
انت طبعا تعبت معاهم قوي يا ممدوح. لا ابدا يا فندم، ده حتى الاطفال احباب الله. المهم دلوقتي لازم نلاقي دادة فأدة مستبيعة مقطوعة من شجرة عشان تفضل مع الولاد على طول. اي نعم سامية طيبة وحنينة، لكن مش ملزومة بولادي. على فكرة هي عرفت ان سيادتك مخلف، الله اكبر الله اكبر، 8؟ اصل ما جاتش مناسبة، لكن انا همهد لها شوية شوية. قلبي معاك يا حلمي بيه. ايه بقى يا ستي المشكلة الكبيرة اللي في حياتك اللي مخلياكي مترددة؟ لو قلتها لك هتغير رأيك. انا بقى اللي عندي حكاية لو حكيتها لك هتطب ساكتة. ايه هي؟ لا قولي انت الاول. مشكلتي انا. ها قولي اتكلمي. انا عايزة علبة سجاير. هي دي بقى المشكلة؟ مش هقول لك غير لما تقول انت الاول. امري لله. شوفي بقى يا ستي الحكاية ببساطة كده، انا هروح اشتري السجاير عن اذنك. انا فعلا بحبك وبتمنى اتجوزك. انا فعلا بحبك وبتمنى اتجوزك. انا عندي 6 عيال. ايوه بصراحه عندي 6 عيال. بقولك ايه، لازم تعرف ان انا عندي 6 عيال. الباقي 26 ونقول خلي الباقي ربنا يخليهم لك يا رب. الا قولي يا عم انت عندك عيال؟ عندي عيلين مطلعين عينيا. طب افرض واحد عنده 8 عيال وعاوز 8 عيال، ربنا يكون في عونه. طيب افرض انه حب واحده وعاوز يتجوزها. يقول لها على العيال قبل ما يتجوزها ولا بعد ما يتجوزها؟ 8 عيال وعاوز يتجوز. لسه في حيل، ده من غير مؤاخذه يروح يدفن نفسه بالحياه. الله يكرمك. ايش اسكت، مش انا عندي 6 عيال. ما عرفناها دي، انقلها اللي بعديها. قمت ليه؟ يلا بينا من هنا يلا. طب اتفضلي. ايه ده؟ السجاير. سجاير؟ انا ما بشربش. يلا بينا يلا. ما بتشربش. تاكس تاكس تاكس. اسمع يا سامية، فأنا مراتي لما ماتت سابت لي. يا ساتر يا رب يا عالم يا صلت. يا خبر، ده أنا قلبي وقع. مجنونة دي تسيب ابنها كده؟ الولية حامل وعلى كتفها عيل وفي ايدها عيل، يعني لو راح واحد في 60 داهية ازاي بقى؟ ده ضناها. هما دول بيهمهم؟ الواحد يخلف عيل 2 3 بالكتير، أكتر من كده تبقى بلوى. مش كده ولا ايه يا استاذ؟ لا لا مش للدرجة دي. المهم ان يكون قادر يربيهم ويصرف عليهم. وكفايه 6 عيال يبقى معقول قوي. يا خبر، 6؟ هما فرقة كورة دول ولا ايه؟ انا اعرف واحد مخلف 8 عيال لكن بيراعيهم كويس ومربيهم احسن تربية. 8؟ ليه زي ده بقى؟ يبقى مؤاخذة، يبقى عايز الحرق. 8 عيال؟ ما هو ده العالم اللي جايب لنا الفقر وأزمة التاكسات. هي كمل يا حلمي. 8؟ ها بتقول ايه؟ لا ولا حاجة. لسه كتير على الغدا؟ خلاص يا حبيبي. ايه ده يا دوح، انت سايب الناس بره لوحدهم؟ عيب يا حبيبي، ما يصحش. عشان اديهم فرصة يتكلموا. ما هم يتكلموا هما، يا اما نقول لهم احنا، يا يتجوزوا يا اما يفضوها سيرة بقى. هو كده قال بنت على ما اجي. بقول ايه؟ يلا خش عليهم على طول وارمي القنبله، عايزين نخلص. مم. مم. مم.
حبيت احكي لك عنها قبل كده. ان انا اسفه ازعجتكم، ادور لكم شويه مزيكا. انا مخلف 8 عيال. قلت ايه؟ بتقولي مخلفه كام؟